فكرة مشروع الزراعة بحكم أن إحنا عاطلات على العمل، خريجات، أزواجنا أيضا خريجين لكن عاطلين على العمل، لجأنا لفكرة الزراعة لتحسين مستوى الدخل، تحسين مستوى دخل الأسرة. طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها في قطاع غزة، وخاصة بعد التفشي وانتشار مرض كورونا، قررنا نبحث عن الأطعمة الصحية اللي ممكن انها تحارب هذا المرض. فبحثنا عن ايش في أطعمة ممكن انها تحارب هذا المرض وممكن يكون عليها طلب في الأسواق، فلقينا هو البروكلي هو أنسب محصول ممكن زراعته في الموسم الشتوي. بعد تفشي الأمراض الناس صارت تبحث وتدور ايش في أطعمة صحية ممكن تتناولها حتى تقضي على الفيروسات والأمراض، فصار عندنا طلب وإقبال على محصول البروكلي، وباعتبارنا مزارعات لساتنا جداد يعني نعتبر مشروعنا كنقطة بداية انه مشروع ناجح، بما انه في طلب عليه في الأسواق وصارت الناس تطلبه وتدور عليه نعتبره ان احنا نقطة بداية لنجاحنا. أول صعوبة واجهناها هي انتقاد المجتمع اللي احنا بنعيش فيه، انتقادات للمرأة كيف انه المرأة تطلع على أرض زراعية تشتغل فيها بما اعتبارها أم مسؤولة عن بيت وعن أسرة، تترك بيتها وتطلع تشتغل في الأرض. في ظل الوضع اللي احنا بنعيشه خاصة فبعد انتشار مرض كورونا يعني الإغلاقات ممكن انها تأثر علينا في تسويق محصولنا، خاصة انه المحصول يعني بصبرش يعني يومين يعني او مجرد ما تنضج الحبة بتستناش اكثر من هيك، فممكن الإغلاق انه يأثر علينا وانه يتلف المحصول.